وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور فهد الشليمي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. مساء الخير دكتور فهد، وبداية لا نملك إلا أن نعزيكم ونعزي أنفسنا حقيقة في وفاة الفقيد الكبير أمير الكويت الراحل. كيف أمست الكويت الشقيقة الآن بعد هذا الفقد الكبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نود أن نتقدم الحقيقة بالشكر للمعزين ولقيادة مملكة البحرين، جلالة الملك الله يحفظه ورئيس مجلس الوزراء وسمو ولي العهد والأخوة في البحرين. البحرين والكويت بلد واحد وشعب واحد، ويعني صلات غربة وتاريخ مشترك، فمو غريب على أهلنا في البحرين الحقيقة أن يكون هذا التفاعل وهذا الود والمحبة. الكويت حزينة ومتفائلة. الكويت حزنت لفقد والدها الشيخ صباح، والحقيقة تم تولية مسند الإمارة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف أحمد الصباح صباح هذا اليوم. وأقسم يمين مسند الإمارة أمام مجلس الأمة، وشاهدنا الحقيقة يعني شيء في قمة الوفاء، أن يتواجد في المطار ويستقبل جثمان الفقيد ويصلى عليه ويروح للمقبرة ويوصل إلى القبر. يعني هذا دروس في الوفاء الحقيقة نشاهدها من أمير الكويت الجديد. نتمنى له التوفيق حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، ونشكركم الحقيقة على تفاعلكم وعلى مؤازرتكم وعلى دعمكم للكويت وشعبها ولأسرتها. واجب الصباح دكتور، الله واجب. يوفقكم. أعان الله أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على حمل هذه الأمانة وأكمال مسيرة الخير في الكويت الشقيقة. برأيكم ما كانت أبرز ملامح الخطاب الذي تفضل به سموه خلال مراسم تأدية اليمين الدستورية اليوم؟ نعم، خلال مراسم تأدية صاحب السمو الأمير أكد على الوحدة الوطنية، أكد على وحدة الصف، أكد الحقيقة على التواجد والتجمع، استعان بآيتين من القرآن الكريم. الحقيقة هو الحقيقة سمو الأمير يعني يميل إلى التدين، يعني نشاهد حنا في المسجد وفي التراويح وفي كل الصلوات، فيعني هذا جعلنا مطمئنين الحقيقة. وأيضا نسترجع خطابه لما كان نائبا للأمير في 23 أغسطس، أكد على تطبيق القانون ومكافحة الفساد وإحالة المفسدين مهما كانت مناصبهم، هكذا كان الخطاب. مهما كان منصب، وشاهدنا إحالات لأشخاص أخطأوا وبمراكز مرموقة جدا. وأيضا نستشف من أن تواجده في مجلس الأمة إصرار على الإسراع بتطبيق الإجراءات الدستورية، هذا تعطي أنه متمسك بالقانون والدستور ويقرن الأقوال بالأفعال. نعم دكتور فهد، كان ملاحظ أيضا خلال كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتية السيد مرزوق الغانم أنه أكد على ثقة مجلس الأمة في أمير الكويت في قيادة الكويت للازدهار. ما هي دلالات هذا التأكيد، بتأكيد هذه الثقة من المجلس لسمو الأمير وهم ممثلين للشعب؟ سمو الأمير مو قريب علينا احنا في الكويت، هو اللي تولى مسند ولاية العهد في 2006، وشاهدنا وقبلها كان وزير دفاع ووزير داخلية ونائب رئيس الحرس الوطني ومحافظ، فكل الوظائف ورئيس وزراء، فكل الوظائف السياسية سواء كانت خدمية أو أمنية أو عسكرية هو خدم فيها، فعنده من الخبرة ما لديه معرفة من كل إجراءات وزارة من هذه الوزارات أو الوزارات الشبيهة لها، وخدم وزير للشؤون. فيعني الشيخ نواف موسوعة في الحقيقة العمل الحكومي. أيضا الهدوء، الخطاب دكتور فهد، أيوة، الهدوء، الخطاب الإعلامي المتزن، فتح الباب لما أتوا الحقيقة العديد من الأشخاص يريدون أن يقابلونهم ولديهم حقيقة مجموعة من المقترحات، ما قال إحنا في كورونا ولا قال إحنا عندنا أزمة ولا قال تفضلوا، حتى وإن كانت بعض آرائهم السياسية إحنا ما نحبها صراحة، لكن الحاكم يعتبر نفسه أب للجميع فاستقبل المجموعات هذه. نعم
الدكتور فهد الشليمي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، تعازينا لكم مرة أخرى وتمنياتنا للكويت الشقيقة بالأمن والازدهار. شكرا جزيلا لك.